السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا، منحة حكومية، منحة في دولة من أفضل دول العالم، وهي منحة مميزة ومهولة بالكامل. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المنحة. هي منحة الحكومة الفرنسية إيفل، تمام؟ وطبعا أكيد ناس كثيرة تعرف على المنحة دي، منحة معروفة جدا مقدمة من الحكومة. الدولة اللي هيكون فيها المنحة زي ما قلنا فرنسا، تمام؟ الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، أفريقية، آسيوية، بتقدر تقدم على هذه المنحة بكل سهولة، تمام؟ المميز في المنحة دي ان لغة الدراسة باللغة الفرنسية او الإنجليزية، يعني سواء انت بتعرف فرنسي ممكن تدرس باللغة الفرنسية، سواء انت بتعرف اللغة الإنجليزية ممكن تدرس بالإنجليزي، متاح باللغتين. بالنسبة للبرنامج الدراسي، المنحة دي متاحة على درجة الماجستير والدكتوراه فقط، مش متاحة على درجة البكالوريوس، وإنما متاحة فقط للماجستير والدكتوراه. طيب خلينا نتكلم عن التمويل، وصراحة المنحة دي تمويلها ممتاز جدا. المنحة دي ممولة بالكامل من حيث مصاريف الدراسة، أنت مش تدفع أي تكاليف خالص، كل مصاريف الدراسة هتكون على حساب المنحة. كمان بالنسبة لتذاكر الطيران ذهاب وإياب بالمجان، تمام؟ تذاكر الطيران هتكون على حساب المنحة. وزي ما قلنا دي منحة حكومية، يعني اللي بتمول المنحة دي هي الحكومة. هيكون في كمان مرتب شهري للماجستير 1181 يورو، تمام؟ وفي مرتب شهري للدكتوراه 1400 يورو، وده راتب شهري كبير جدا ويكفيك، لان كمان المنحة دي بتشمل التأمين الطبي المجاني، يعني في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث هتكون تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان بتشمل وسائل النقل بالمجان، وسائل النقل الداخلي، بيكون في بطاقة للتنقل داخل فرنسا، فانت بتاخد البطاقة دي ما بتدفعش اي مصاريف للنقل. كمان المساعدة في ايجاد سكن، يعني كل ده على حساب المنحة، بالاضافة كمان للراتب الشهري اللي انت هتاخده، فطبعا مبلغ كبير تقدر تدخر منه وتقدر تستخدمه في احتياجاتك الشخصية وما الى ذلك، تمام؟ كمان هيكون في مشاركة في الانشطة الاجتماعية، جميع الانشطة المتوفرة زي حضور مؤتمرات، احتفاليات تبع المنحة او الجامعة اللي انت تدرس فيها، هيكون كل ده على حسابهم، انت مش تدفع اي تكاليف خالص، تمام؟ ده غير طبعا بقى ان فرنسا تعتبر من دول الاتحاد الاوروبي، يعني انت متاح ليك بالإقامة في فرنسا إنك تتنقل ما بين كل دول أوروبا مجانا، تمام؟ فده بالنسبة للتمويل، وصراحة تمويل ممتاز جدا. بالنسبة لشروط التقديم في المنحة دي، أول حاجة يشترط البرنامج أو برنامج المنحة أن يكون عمر المتقدم للماجستير على الأكثر 30 سنة، يعني سنك ما يعديش 30 سنة لو تقدم ماجستير. بالنسبة للدكتوراه لو هتقدم سنك ما يعديش 35 سنة، وده يعتبر العائق اللي في المنحة دي، إنها محددة بالسن. بالنسبة للمتقدمين للمنحة وغير متحدثين اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، تقوم المؤسسة الفرنسية بتحديد مدى قدرتهم اللغوية الإنجليزية المناسبة للمجالات الدراسية المتقدم لها. يعني أنت حضرتك في المنحة دي في جامعات كتيرة جدا، يعني يعتبر كل جامعات فرنسا متاح انك تقدم عليهم، بتقدر انك تختار الجامعة او المؤسسة المناسبة، سواء انت عايز تدرس باللغة الفرنسية او اللغة الإنجليزية، والمؤسسة دي هي اللي بتحدد مستواك، او يعني بتشوف الاوراق المطلوبة منك ايه، تمام؟ من خلال هذه المؤسسة. وكمان ليس بالشرط ان يكون معك ايلتس او تويفل للدراسة بالانجليزي، هناك جامعات بتقبل الدراسة بدون شهادة لغة، مش شرط يكون معاك الايلتس والتويفل او شهادة اجادة اللغة الفرنسية، لان في جامعات مثلا ممكن تقبل انك درست مرحلة سابقة باللغة الانجليزية فتقبل، في جامعات يعني لا تحتاج الايلتس او التويفل بشكل الزامي، ممكن تقدم فيها عادي جدا بدون ايلتس او تويفل، لان زي ما احنا قلنا دي منحه حكوميه مش منحه جامعيه، يعني انت بتقدر تشوف الجامعات الكويسه اللي ما فيهاش شروط صعبه وبتقدم عليها، تمام كده؟ كمان المنحه دي زي ما موجود على موقعهم الرسمي، وانا نسيت اضيف الجزئيه دي هنا، انها بتوفر كورس لغه في حاله اذا كان مستواك في اللغه سواء الفرنسيه او الانجليزيه مش كويس للدراسه، فهي بتوفر كورس لغه قبل بدء الدراسه، تمام؟ وزي ده زي ما يعني ذكروا على موقعهم الرسمي، انا بقول اخر موعد للتقديم للمنحه دي هو 8 يناير 2021 عشان تقدم في هذه المنحه. طيب كيفيه التقديم في المنحه دي بقى؟ عندنا التقديم في عده طرق للتقديم. التقديم للجامعه التي تريد الدراسه فيها بشكل منفصل، تمام؟ يعني حضرتك بتتواصل مع الجامعه
اللي انت عايز تقدم ليها او الذهاب للسفارة، ولكن يفضل انك تتواصل مع الجامعة اللي انت عايز تقدم ليها. يعني زي ما احنا قلنا كل جامعات فرنسا متاحة، فانت بتشوف الجامعات البسيطة السهلة اللي مش شروطها معقدة ولا بتحتاج اوراق كتير، وبتتواصل مع الجامعة دي من خلال الايميل بتاع الجامعة، تمام؟ او بتتواصل مع السفارة عن طريق او مع الجهة المسؤولة عن المنحة عن طريق هذا الايميل. يعني ممكن تتواصل مع السفارة الفرنسية في بلدك، او تتواصل مع المنحة عن طريق هذا الايميل، او تتواصل مع الجامعة، ولكن يفضل التواصل مع الجامعة احسن، تمام؟ حضرتك بتتواصل مع الجامعة مثلا، وعند التواصل معاها الجامعة دي انت بتبلغ الجامعة انك عايز تقدم على منحة الحكومة الفرنسية ايفل، فالجامعة بالتالي بتبعت لك لينك. اللينك ده بيبقى فيه الفورم الخاص بالتقديم على المنحة للجامعة دي، تمام؟ انت بتملأ هذا الفورم وتحط فيه بياناتك، وبتشوف الاوراق اللي طلبها الجامعة وبترفقها لهم، وبترجع ترسل الابليكيشن تاني مع الاوراق اللي هم طلبوها منك على الـ يعني الايميل بتاعهم، تمام كده؟ وعند قبولك في الجامعة، لو الجامعة قبلتك، ستتواصل الجامعة مع الجهة المسؤولة عن المنحة ويخبرهم أنك مقبول لديهم، ويتم إخبارك بأنك مقبول في المنحة. المنحة هنا يعتبر ملهاش أي دور غير إن هي هتمول الدراسة للجامعة وهتعطيك المبلغ المالي أو هتمول دراستك، لكن الجامعة هي اللي عليها العامل الأساسي هنا. فلو الجامعة قبلتك يبقى أنت خلاص اتقبلت في المنحة، تمام كده؟ طيب، وهنا أنا حطيت التفاصيل الكاملة والدليل هنا، وضحت كيفية الخطوات التقديم، تمام؟ إزاي أنت تقدم، لان هو في كذا طريقه للتقديم. في التقديم زي ما هنشوف دلوقتي، افتح الموقع الرسمي ده، الموقع الرسمي اللي هو الخاص بايفل سكولرشيب بروجرام، تمام؟ هتلاقي موجود كذا كذا نوع للتقديم. بيقول لك لو انت شخص، لو انت بتقدم كطالب لوحدك، لو انت مؤسسه اللي بتقدم، في كذا نوع هنا من التقديم. فبتضغط على كليك هير دي، بتضغط على اساس انك طالب، بتقدم على اساس انك طالب لوحدك، يعني مش مؤسسة تعليمية اللي بتقدم لك او اي شيء، تمام؟ فلما بتضغط على طالب بيفتح معاك الاعلان الرسمي اللي فيه التفاصيل كيفية التقديم كطالب، بيفتح معاك ملف بي دي اف، وبتلاقي في الملف البي دي اف ده بقى كل التفاصيل الخاصة بذلك، يعني بيشرح لك كل حاجة، ازاي انت تقدم، والستبس بتاعت الكلام ده كله، تمام؟ فهيفتح معانا الملف دلوقتي ونشوف ايه هي الخطوات، وهتلاقي الملف ده مكتوب باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، يعني الاتنين هتلاقيهم مدموجين مع بعض، بتقدر تقرأ الشروط والستبس باللغتين، تمام؟ هتلاقي هنا التفاصيل، هتلاقي هنا الستبس موجودة باللغة الفرنسية هنا، وهتلاقي هنا باللغة الإنجليزية، تمام؟ دي الستبس اللي هو بيقول لك لازم تتواصل مع الجامعة، تمام؟ ثم ترسل لها الأوراق والجامعة تبعت لك اللينك. دي التفاصيل التقديم كطالب، تمام كده؟ طيب، عرفنا بالنسبة للشروط دي. خلينا دلوقتي بقى نروح على التخصصات المتاحة في المنح. عندنا عدة تخصصات زي الاقتصاد والإدارة المتاح، الهندسة بجميع فروعها سواء هندسة مدنية، ميكانيكية، أي نوع من أنواع الهندسة متاح. تخصصات القانون متاحة، تخصص العلوم السياسية متاح، تمام؟ وطبعا التخصصات دي في تخصصات قريبة منها، يعني مثلا أنت درست مثلا فليكن بيزنس، اداره، يعني اداره اعمال مثلا، واداره الاعمال على سبيل المثال مش موجوده، فمش معنى كده انك ممكن ما تقدمش مثلا الاقتصاد، لا، ممكن تقدم عادي، يعني ممكن تقدم على تخصصات تكون متشابهه معاك حتى لو تخصصك الاصلي مش موجود، تمام؟ فدي بالنسبه للتخصصات المتاحه. وهنا عندنا الاعلان الرسمي، تعال نشوف الاعلان الرسمي للفرصه اللي فيه كافه التفاصيل، تمام؟ هتلاقي حاجه اسمها كامبوس فرنس، تمام؟ وده التفاصيل الخاصة بالمنحة، بيوضح لك هنا التخصصات، بيوضح لك هنا الراتب اللي بتشمله، وكافة المعلومات، وإنها مقدمة من فرنش جوفرنمنت، من الحكومة الفرنسية، تمام؟ ده الإعلان الرسمي. بالنسبة للأوراق المطلوبة، زي ما احنا قلنا الأوراق هتختلف من جامعة لأخرى على حسب الجامعة اللي أنت هتقدم لها، ولكن الأوراق بصفة عامة يعني لأي جامعة أو أي منحة بتشمل السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك يكون موجود، شهادة التخرج وكشف الدرجات، لو انت في اخر سنة من الدراسة من دراستك الحالية مثلا، في اخر سنة من بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير، ممكن عادي ترفق شهادة السنة التي قبلها، تمام؟ 2 خطابات توصية وخطاب النية، دي يعني الاوراق بشكل عام اللي مطلوبة في اي جامعة. وطبعا ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة منحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح،
زي كمان خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي، بنجهز لك الأوراق المطلوبة لأي فرصة وأي منحة بشكل عام، بتقدر تستخدمها في التقديم بنفسك لأي منحة أنت عايزها. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأ استمارة هذه الخدمة اللي أنت عايزها وإحنا بنتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء. وهنا انا بالنسبه للمنحه دي ارفقت لكم لينكات عشان تلاقي الجامعه والتخصص باللغه الفرنسيه، لو انت عايز تدرس باللغه الفرنسيه حطيت لك ازاي ممكن تلاقي الجامعه والتخصص اللي انت عايزه، بتضغط على كلمه هنا دي وبيفتح معاك الموقع الرسمي تمام اللي انت بتلاقي من خلاله الجامعه والتخصص. وهنا برضو انا حطيت لكم كيفيه ايجاد الجامعه والتخصص باللغه الانجليزيه، لو انت هتدرس باللغه الانجليزيه زي مثلا مصر اكيد لغه الدراسه هتكون باللغه الانجليزيه لان هم ما بيعرفوش الفرنسي، فهتكون باللغة الإنجليزية. فده هتلاقي هنا الموقع اللي انت هتقدر تبحث من عليه، وهنا ممكن تقدر تبحث بالمدينة، تبحث بالجامعة، ما إلى ذلك تمام. وهنا ده الموقع الرسمي للمنحة برضو اللي انت ازاي تلاقي التخصصات باللغة الإنجليزية وتلاقي الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها تمام. فبتكتب هنا في السيرش، ممكن تكتب التخصص، ممكن تكتب الجامعة اللي انت عايزها، المدينة اللي انت عايز تدرس فيها، بتختار الدرجة العلمية اللي انت عايزها، تقدم ماجستير، دكتوراه مثلا، كورسات قصيرة، ما الى ذلك، بتختار الدورة اللي انت عايز تقدم ليها، بيطلع لك هنا كل الجامعات والتخصصات المتاحة تمام كده. فيبقى احنا كده شرحنا المنحة بكل تفاصيلها، كيفية التقديم، التخصصات، التمويل بتاعها صراحة ممتاز جدا وكبير، فتعتبر من اكتر المنح المميزة. فلو حابين تقدموا المنحة آخر ميعاد 8 يناير 2021، إن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.